السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نعاودوا واحد الضوايا. كما كنشوفوا هنايا الضوايا في الجاج ديالها كله مضروب وعامره بسيمه بيضاء بزاف. غنحاولوا ما امكن ان نعاودوها بواحد الطريقه سهله ورخيصه في نفس الوقت. كما كتشوفوا هذه الضوايه من الداخل ما بقاتش كتضوي مزيان. نمشيو على بركه الله. اول حاجه غنحيدوا هذيك السيمه البيضاء اللي دايرين. كما كتعرفوا مع الشتا كتجي قطرات كتزيد تكثر. الناس كيبداو يزيدوا يديروا السيمه البيضاء باش يتفاداو دوك القطرات. داكشي علاش كاين السيمه البيضاء بزاف. غنحيدوها كامله هي الاولى. عاد ديك الساعه غنبداو نحيدوا الجاج. من بعد ما حيدنا السيمه البيضاء غنحاول ما امكن نحيدو الدجاج. فهاد العمليه هذه ضروري خص يكون عندنا نظارات الوقايه، ومن الاحسن الا كان عندنا ليكات حتى هما باش كنتفاداو شي خطر ديال الدجاج. انا لقيت واحد الطريقه اللي هي هادي. كندير شبكه وكنضرب وكندير شي حاجه من تحت باش كنجمع فيها الدجاج. فوالا ملي كنساليو سميتو كنيطواييو باش كنخليو غير داكشي اللي لاصق. يبقى يبان لينا داكشي لاصق في الكادر. كنستعملو واحد لابروس ميتاليك اللي هي هادي لابروس ميتاليك، وكنحكوه بشنيول. اللي ما عندوش هادشي كتلقاه في الدروبري كيكري ب 20 درهم. هنا هاد العملية ما غاديش تاخذ لينا اكثر من ساعة المكانة ما واصلاش، يعني تقدر تكريها وترجعها في ساعة المكانة. كنحاول ما امكن نحيد هذاك الشيء اللي لاصق ما بين السيما وما بين الكولا والدجاج. من بعد ما سالينا الحكام، الا كان عندك صدى بزاف تقدر دير صباغه بصباغه ديال الصدى. انا ديجا كاينه باقات الصباغه تما ما كاينلاش نعاودها. هنا غادي نحاول ما امكن ما بين الكادر والضاله غادي ندير سيمه ديال الماء باش نتفادى اي قطرات ديال الماء يقدروا يدوزوا. وغندير غير كوش صغيره بزاف. ملي كنسالي كنجي كنبدا في السيليكون. هنا في السيليكون غنحاول ما امكن ما نخليش شي خويا بلا ما ندير فيها السيليكون. وانا السيليكون اللي خدمت هنايا كاين مجموعه ديال الانواع، مجموعه ديال لي كاليتي. انا السيليكون اللي خدمت هنايا خدمت ديال 20 درهم. علاش؟ حيت غادي نستعمل بزاف ديال السيليكون. هاد المره هادي ما غاديش ندير السيمه ديال الماء الداخل. كاين اللي كيدير السيمه ديال سيمه بيضاء. انا غندير السيليكون 100%. كما غتشوفوا هنا فوالا في الجناب ديال الدجاجه كاين واحد الخويه اللي كيكون فيها واحد الجوان برا، كيكون واحد الجوان. انا غندير سيليكون في بلاصتو باش يكون عندي 100% سيليكون الداخل. علاش؟ حيت الضويات اللي كيكونوا في السطح مع الشتا والبرد كيبقاو، مع الشتا والصاد كيبقاو يديلاطا. هنا الا درت هذه العمليه فاش غديلاطا الدجاجه غتلقى فين تحرك. اما الا كانت سيما مع غديلاطا غادي ما غتلقاش فين تحرك، غطرطق. داكشي علاش غندير سيليكون 100%. كما كتشوفوا هنا الطريقه اللي حطيت بها الدجاجه ماشي غير جيت وحطيت الدجاجه. انا بالعاني حطيت الدجاجه بهذه الطريقه هذه اللي هاد الحفاري هادو كيشوفوا في هذا الاتجاه، الاتجاه ديال لابونت. علاش؟ باش ملي يكون الماء ديما الماء يبقى هاب. كما كتشوفوا كاع الدجاجه درتهم في نفس الاتجاه باش الماء معمرو ما يبقى حاصل فوق الضوايه، ديما يبقى نازل لتحت. كنكمل بنفس الطريقه، كنكثر السيليكون مزيان. انا استعملت 10 القراعي ديال السيليكون. هنا ملي ساليت كنحاول ما امكن ندير سيمه بيضاء وما كنديرهاش جاريه بزاف وما كنديرهاش عقده بزاف، كتكون بهاد الفيسكوزيتي. هنا كنحاول ما امكن اي بلاصه اللي فيها ما بين الدجاج والكادر هي اللي كنحاول ما امكن نعمرها، نقدر نكون
قالت لي شي خويه ديال ما درتش فيها السيليكون باش نتفادى شي فويت، كنبقى ندير بيديا بحال ما هكا باش السيمه تدخل لهذوك الخويات. من بعد ما نشفات شويه كنجيب واحد الشيفون فازك بالماء. انا هذه الطريقه اللي درت، كاين اللي كيدير طرق اخرين، انا هذه الطريقه اللي جاتني احسن. درت شيفون فازك بالماء وبديت كنمسح، فوالا هذه النتيجه اللي وصلت ليها. من بعد انا ديجا عندي مشكل ما بين الكادر ديال الضوايه والضاله، عندي هنا كاين واحد الخويه، داكشي علاش غادي نحاول ما امكن نقاد هذيك الخويه، نقاد نديرها بلاط مع ندير الضاله مع الضوايه تكون بلاط. وضروري انني غادي نفيني وغادي نستعمل معايا ميزان ديال الماء باش ديما تبقى عندي لا بونط، ما عمر الماء يبقى واقف ليا هنا. فوالا هذا هو ميزان الماء، راه ميزان الماء خديته ب 13 درهم كاين عند الدروبريه، غتاخذو تخدم به ويبقى عندك ديما تقدر تخدمو الحوايج اخرين. فوالا كنقلب كنشوف ديما لا بونط اللي عندي، غندور على الضوايه كامله. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم الفيديو كيفاش غادي، هنا غادي نسبق السطح كله بالاحمر، غندير فيها ديك كولا فليكس، ديك الكولا ديال السطح ديال الماء اللي ما كتخليش الماء يدوز، ما غاديش تبقى عندي هاد البيوضيه هادي. هذه هي الضوايه كيفاش كانت في الاول، كما كتشوفوا الدجاجات ولاو ما باينينش ولا خايبه. فوالا هذه هي الضوايه، دابا الدجاجات كاملين باينين مزيان. كنت كل نهار كنعمرها بالماء، هذا النهار الخامس تقريبا، غنعاود نزيد نكب عليها الماء مزيان، كنكب الماء وكنخليه فوق منها، كنبقى نكب وكنشوف واش عندي فويت ولا لا. ها هي الضوايه كي ولات من الداخل مضويه مزيان. وشكرا، ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه مرحبا بكم في الكومنتات.